السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم هاجر بيوتي. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بريوش كيجي خفيف هشيش اقتصادي ولذيذ بزاف بكريمة ديال اللوز مع الكورطة بطريقة سهلة وبلا قوة الدليك. من داك الشيء الرفيع تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا شنو هما المكونات وطريقة التحضير. المكونات اللي غادي نستعمل في هذا البريوش: 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 4 الكؤوس العنبه يكونوا مملوئين، 80 غرام ديال السكر ما يعادل نصف كاس ديال العنبه، جوج ديال الفاني، 100 مللتر ديال الزيت النباتيه يعني الكاس ديال العنبه ما يكونش مملوء بزاف، جوج بيضات، 180 مللتر ديال الحليب ما يعادل الكاس ديال العنبه يكون مملوء، شويه ديال الملحه، 50 غرام ديال الزبده ما يعادل جوج معالق كبار، واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلويات فيها 15 غرام و 20 غرام ديال الخميره ديال العجين. اول حاجه غادي نخلط الخميره ديال العجين مع شويه ديال الحليب اللي سبق ودفيته، يكون دافي ما يكونش سخون، لان الا كان سخون غادي ياثر لنا على الخميره، فيكون ردوا البال يكون غير دافي واحد شويه. غادي نخلطه مع 20 غرام ديال الخميره ديال العجين، نخلطه مزيان ونحتفظ به على جانب حتى نعاود نرجع له. بهذه الطريقه هذه يعني الدغيا كتخمر لنا العجينه ما كتعطلش، وفي نفس الوقت كتجي العجينه من داخل مفشفشه ما كتجيش مدقصه. غادي نخلطه مزيان كما كتشوفوا ونحتفظ به على جانب حتى نعاود نرجع له. غادي نكب الحليب في واحد سلافه كبيره باش نخلط المكونات مع بعضيتهم، غنزيد عليه السكر وغادي نزيد عليه الزيت كما كتشوفوا معايا، وغنخلط المكونات مزيان. نزيد جوج ديال البيضات ونخلط مزيان مره اخرى. دابا غنزيد الخميره والحليب اللي وجدت معكم في الاول. بهذه الطريقه هذه كيتفاعل الحليب مع الخميره، فالعجينه كتدغيا كتخمر وكتجي من الداخل مفشفشه. دابا غادي نزيد الطحين شويه بشويه، وغنزيد 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وداك جوج ديال الفاني، عندي 8 غرام في الوحده يعني المجموع 16 غرام. غنخلط كل شيء مع بعضيته مزيان، غادي نزيد الطحين اللي بقى وجوج معالق كبارين ديال الزبده. وشويه د الملحه، الملحه زدت حتى الاخر باش ما كتاثرش على الخميره. الملحه دائما الاحسن زيدوها حتى للاخير لانها كتاثر على الخميره بزاف. وهنا غادي نفضل اني نجمع العجينه بيدي، لانها الطريقه هذه ما بقاتش مسلكاني، ضروري نجمعو بيدي وندلكو واحد شويه واحد شويه ماشي بزاف. كيف كتشوفوا العجينه خفيفه، من الاحسن تكون خفيفه، الا كانت قاصحه كتجي مدقصه. هنا غادي ندهن واحد زلافه كبيره بشويه ديال الزيت، وندهن يدي كذلك بشويه ديال الزيت باش نقدر نجمع العجينه لان هي خفيفه كيف ما قلت لكم. وغادي نخليها واحد ساعه تقريبا حتى يعني حتى يتضاعف الحجم ديالها وحتى تخمر مزيان. ودابا غادي نحضر كريمه ديال اللوز. المكونات: عندي 70 غرام ديال البودره ديال اللوز، 50 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال السكر كلاصي، واحد البيضه، واحد الساشيه ديال الفاني فيها 8 غرام. غادي نوضع الزبده في واحد زلافه كبيره، وغادي نضيف عليها السكر كلاصي، وغنخلط المكونات مع بعضيتهم مزيان.
غادي نزيد عليهم واحد الساشيه ديال الفاني فيها 8 ديال الغرام، واحد شويه ديال الملحه، وغنخلط المكونات مع بعضيتهم مزيان حتى يرجع الشكل ديالو كريمي. وانتم كيف ما كتشوفوا معايا، يعني من بعد ما كيتخلطوا مزيان كيرجع الشكل ديالهم كريمه، يعني كريمه ديال السكر والزبده. دابا غادي نضيف عليهم واحد البيضه زائد البودره ديال اللوز. يمكن لكم توجدوها في الدار او لا تشريوها واجده. ودابا غادي نخلط المكونات مع بعضيتهم مزيان 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 واحد المده ديال 5 حتى 6 ديال الدقائق. من بعد ما غادي نخلط المكونات مزيان غادي نغطيه بالسلوفان وغنحتفظ به في الثلاجه. ضروري تخليوه في الثلاجه. هاد الكريمه كنستعملوها بارده، ما تكونش خفيفه، يعني ما تكونش جاريه. ودابا غادي نرجع للعجينه من بعد ما خليتها ارتاحت مزيان تقريبا واحد ساعه. غادي نحاول نخرج منها الهواء. كيف كتشوفوا ما تخلطوهاش بزاف، غير حاولوا غير شي شويه تحيدوا منها الهواء وصافي. دابا غادي نشكل كويرات صغارين. نتوما الا بغيتو تستعملوا الميزان غادي تعملوا ما بين 25 26 في الوحده باش غادي يجوكم قاد بعضيتهم. ها نتوما غادي نحاول نعوض لهم الفورمه ديالهم على هذا الشكل هذا باش كيجيو مدورين مزيونين. ها نتوما من بعد ما سالي داك الكويرات كاملين غادي نجيب الصينيه من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت. وانتوما من الاحسن استعملوا الورق ديال الزبده، انا هنا ما توفرش معايا. غادي نحاول نستف داك الكويرات، وحاولوا ما تقربوهمش من بعضيتهم لان باقيين عاد يخمروا وغادي يتنفخوا. ضروري تكولهم شويه هكذا على الوجه ديالهم بحال هيدا بحال الشكل ديال الخبز وتخليوه يخمر مزيان. من بعد ما خليت العجينه حتى خمرت مزيان غادي تجيب واحد الكاسه تغطسوا شويه في الطحين وغتعملوا واحد الغطيسه في الوسط فين غادي نعملوا الكريمه كما كتشوفوا لهذا الشكل هذا. وردوا البال كيبقى الطحين في القاع ديال الكاس بحال اللي وقع لي انا في هذيك الاولانيه، لكن ماشي مشكل. دابا غادي ندهنوا بالصفار ديال البيض والحليب. وكيف ما قلت لكم حاولوا ما تقربوهمش بزاف بعضيتهم لانهما كيتنفخوا، ومي كيدخلوا للفرن عاد كيزيدوا يتنفخوا كثار، فخليوا واحد شويه ديال التيسا بيناتهم باش ما يجيوش لاصقين، يعني يجيو كاملين ملصقين بعضيتهم، فمن الاحسن خليو التيسا. ودابا غادي نزيد الكريمه ديال اللوز اللي وجدت معكم، وكيف ما قلت لكم ضروري تكون بارده احتفظوا بها في الثلاجه من الاحسن. غادي نعمر داك الغطيسات كاملين وغادي نزوق باللوز فيلي. ها نتوما وانتم لكم حريه الاختيار، كل واحد باش بغي يزين ولا ما تعملوا حتى حاجه غير داك الكريمه كتجي غزاله. غادي نستمر هيدا حتى نساليهم كاملين، وغادي ندخلهم الفرن اللي سبق وشعلتلو درجه الحراره ديالو 180 درجه. غادي نخليهم المده ديال 10 حتى 12 دقيقه، يعني ما كيتعطلوش بزاف دغيا كيوجدوا. ها هما من بعد ما خرجتهم الفران تبارك الله الصينيه سخونه. غادي نحاول نشارك معكم، ها نتوما كيجيو لهذا الشكل هذا. التحمير ديالهم كيجي غزال، كيجيو رائعين رائعين بمعنى الكلمه، لذاذ وهشاش، كيجيو خفافين من الداخل، زائد الكريمه ديال اللوز كيف ما شفتوا كيفاش كتجي. كيجيو رائعين رائعين رائعين، لذاذ بزاف وهشاشين، ما فيهم شي تمارات. الطريقه كيف ما شفتوا ساهله وبسيطه.
هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش. من بعد ما حطيته في طبق التقديم كيجي غزال من داك الشيء الرفيع، مستحيل تجربوه وما يعجبكم شي، وان شاء الله غيرجع عندكم معتمد. ها انتم هنايا غادي نفتح وحده معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. تبارك الله اللوز كيجي معلك غزال. ها انتم كيجي من داخل خفيف هشيش، زائد داك التعليكه ديال الكريمه ديال اللوز كتجي غزاله. ها انتم كيف كتشوفوا معايا كيجيو هشاشين ورطبين، رطبين بزاف، رائعين. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.